السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أحييكم أنا علاء أمين في فيديو جديد من كورس الأجر 500 أو إيزد 500. انتهينا من ليسون 1 و 2، وكان من المفترض في الفيديو ده هنتكلم عن ليسون 3 واللي كان هيبقى بعنوان الانتربرايز جوفرنس، لكن الحقيقة الفيديو ده مهم جدا علشان نختم بيه موضوع التأمين وموضوع تقييد الوصول والرول والبوليسي والكونديشن والايدنتيتي. احب اقول لك ان كل اللي احنا اتعلمناه مع بعض في الفيديوهات السابقه حضرتك لازم ان انت تتغاضى عنه. موضوعنا النهارده هيكون موضوع مختلف ولكنه مهم جدا جدا جدا. موضوعنا النهارده ان شاء الله يا شباب هيبقى عن الامرجنسي اكسس او الوصول في حالات الطوارئ. بعض المصادر بتطلق عليه مصطلح غريب جدا اسمه break glass account. علشان نشوف الموضوع الكبير ده والموضوع الغريب بالنسبة للبعض منا، حابين مع بعض نركز الدقايق اللي جاية ديت. هتخيل او هنتخيل مع بعض ان حضرتك شغال في كيان ما، شركة كبيرة او متوسطة، انت مسؤول السكيورتي فيها، وبدأت تطبق المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، بدأت تطبق الكونديشنال اكسس، بدأت تطبق الرول، بدأت تطبق البوليسي، والدنيا بالنسبة لك بقت سكيور، تمام كده؟ فكل اليوزرات وكل الادمستريتور وكل الهويات لما تحب توصل للكيان ده اول شيء يطلب منها المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، واللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو الكود او الرمز الدخولي اللي بيوصل لها عن طريق شبكة التليفون او الاس ام اس. السؤال هنا، لو شبكة التليفون غير متاحة حضرتك هتعمل ايه؟ لو حضرتك مركز معايا هتقول لي اوكي، ما احنا اتعلمنا ان في حاجة اسمها التوكن، تمام كده، واللي هي بديل عن الاس ام اس اللي هو الابليكيشن او حتى الهاردوير توكن. هقول لك جميل جدا، في حالة البراكين بقى والزلازل وفي حالة ان التوكن دي هي كمان مش موجودة، حضرتك هتعمل ايه؟ هتقول لي دي وضع مستبعد. هقول لك جميل جدا، تعال اقول لك سيناريو تاني مش مستبعد خالص، ده بالعكس ده احنا بنعيشه تقريبا بشكل يعني متكرر. لو حضرتك شغال في شركة مسؤول تأمين الهويات او حتى مسؤول البورتال كبورتال ادمنستريتور، شغال معاك ستاف ده في واحد فيهم ادمنستريتور، تمام كده، دخل عمل كونديشن بالغلط، طبقها على الاول يوزر، فرضت عليه تقييد الوصول وقفلت الدنيا عليه تماما. تيجي تدخل حضرتك فيقول لك لا اكسس دي ناي. طب يجي يدخل الاي تي مانجر يقول له شكرا اكسس دي ناي. فيجي يدخل زيد عبيد يقول له شكرا اكسس دي ناي. الراجل اللي عمل الكونديشن ده اما عمله عن قصد او غير قصد، هتقدر تقول لي ان ده سيناريو مستبعد؟ هقول لك لا مش مستبعد. انا بيجيني حالات زي كده للاسف الشديد جدا، وشكاوى كتير من انه الادمنستريتور ساب المكان ومشي وخد الباسوردات معاه، او السكيورتي انجينير ساب المكان ومشي وخد الاستاف وما اديناش اي بيانات. هقول لك انه مايكروسوفت لم تغفل السيناريو ده واطلقت عليه الامرجنسي اكسس، الدخول في حالة الطوارئ. بعض الشركات خدت نفس الفكرة وعملتها بشكل كده، البريك كلاس اكاونت. ايه الحكاية؟ قال لي ده راجل بيبقى ليه مطلق الصلاحيات ولا يطبق عليه اي شرط من شروط تقييد الوصول. وعلشان تفهم بقى لازم حضرتك برضو تركز معايا في الدقايق اللي جاية ديت. يعني ده اكاونت، ايوة، وليه صلاحيات اكيد، بس خلي بالك علشان حضرتك تدخل تأمينه هقولك اوعى. ليه؟
علشان هيحصل عندك حالة من حالات الطوارئ اللي احنا خدنا عليها أمثلة دلوقتي. فبالتالي عند حدوث أي حالة مشابهة في أي حالة طوارئ، الراجل ده هو اللي هيدخل ويظبط الدنيا. فبالتالي أول شرط من شروط الراجل ده إنه يكون جلوبال ادمنستريتور. خلي بالك إن دي أسئلة مقابلة شخصية، وأسئلة مقابلة شخصية لناس فاهمة، مش لناس كده وخلاص. تمام كده يا شباب؟ هيسألك يقول لك والله تعرف إيه عن الإمرجنسي أكسس؟ فهتقول له أه ده أنا 1 2 3 4. طب إديني الشروط بتاعته. فلازم أول شرط لازم تقول له إن هو يبقى جلوبال أكسس أو جلوبال أدمنستريتور. طيب في شرط تاني؟ أه طبعًا. ده لازم يكون الباسورد بتاعته نيفر إكسباير. طيب الشرط الثالث لازم يكون ما يتطبقش عليه الـ MFA إطلاقًا، يعني هنقول مثلًا not have MFA configure. في شرط ثالث، آه ده في شرط مهم جدًا جدًا جدًا، لازم الراجل ده يكون cloud user only. ليه؟ لأن إحنا خدنا إنه في أو هناخد، طبعًا إحنا خدنا في كورسات تانية يعني، ولكن هناخد في الكورس ده حاجة اسمها الهايبريد أيدنتيتي، الهويات اللي جاية لك من كل حتة، جاية لك من الكلاود، جاية لك من الأون بريم، جاية لك من أيدنتيتي بروفايدر تاني. فبالتالي الراجل ده لازم يكون كلاود يوزر أونلي، وكلاود يوزر يعني فيما يعني كلاود على أجر، مش من اي مكان تاني. ما ينفعش يكون جيست، ما ينفعش يكون جاي من اومبريم. تمام كده. في شرط تاني، اه ده في شرط برضو اكثر اهميه، اللي هو جميع الكونديشن اكسس نوت كونفيجور. يعني حضرتك هتاكسلود كده، هتستثنيه من الكونديشن اكسس. كل حاجة يا شباب هنستعرضها دلوقتي ونقول ليه. طيب في شروط تانية؟ اه ده في شرط بقى غريب جدا ومهم جدا جدا جدا. الراجل ده لازم يكون بالشكل ده user at star star، يعني ايه؟ اسم الديمون بتاعك dot on Microsoft. ليه؟ أنا أعرف دلوقتي ليه. تعالوا بقى ناخدها واحدة واحدة. خلي بالكم إنه في شروط تانية، ولكن أنا جمعت لكم أهم 5 شروط حضرتك لازم تحفظهم زي رقم بطاقتك الشخصية. تمام؟ طيب إحنا قلنا إن الراجل ده لازم يكون جلوبال أدمن. أعتقد بنسبة كبيرة أنت عارف ليه. علشان يبقى ليه صلاحيات على البورتال، يقدر يضيف ناس، يقدر يعدل في كونديشن، يقدر يشيل بوليسي، يقدر يشيل رول وهكذا. طيب ليه الباسورد نيفر اكسباير؟ اعتقد برضو ان هي يعني معروفه. حضرتك هتعمل اليوزر ده وهتدي له صلاحيه الجلوبال ادمن، او هتضيف ليه رول من نوع جلوبال ادمن، وهتخلي الباسورد بتاعته نيفر اكسباير علشان لما يحدث حاله من حالات الطوارئ يقدر يدخل بيها. فهنتخيل ان الباسورد ديت لو حضرتك نسيت تعملها نيفر اكسباير، هيجي يدخل يقول له انت الباسورد بتاعتك غلط، فلازم ان انت مطالب بتغييرها. واحنا بنقول ان دي حاله طارئه، لا يعني لا تستدعي ان انا اقعد اغير في باسوردات ويجيني نوتيفيكيشن على الايميل واقعد مش عارف اعمل ايه. انا لازم ادخل دلوقتي حالا لان الدنيا واقعه. يبقى كده عرفنا اول شرط. ليه بنقول لازم ان انا ما نطبقش عليه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن؟ هقول لك ان احنا في بدايه الفيديو قلنا انه ممكن من حاله من حالات الطوارئ دي تكون البروفايدر اس ام اس او شركه الاتصالات اللي حضرتك واخد او اللي مايكروسوفت واخده منها الام اف اي تكون واقعه. يا سيدي الام اف اي كلها السيرفيس ديت ممكن تقع، ده وارد، ده سيناريو. تمام؟ فبالتالي يجي يدخل يقول له شكرا دخل الكود، مفيش كود وصل،
ولكن البورتال ما بتفهمش كده. البورتال تفهم ان في الام اف اي متطبقه، فبالتالي لازم كود يجي لك. فاحنا في حاله طوارئ، ما ينفعش اقول له انا ما جانيش كود وهو يقول لك لا ده بعت لك كود وهكذا. فبالتالي عرفنا ليه ما ينفعش يطبق عليه الام اف اي. ليه بقى لازم يكون كلاود يوزر اونلي؟ هقول لك لانه احيانا كتير جدا الشركات لما بتحب تطلع كلاود بتطلع بيوزراتها اللي كانت موجوده اصلا على الاكتف دايركتوري اون بريم. فبالتالي اليوزرات دي اصلها منين؟ اصلها من الاون بريم. خلاص؟ فكون ان في اون بريم اصلا قايم، ففي عمليه سينك بين الاكتف دايركتوري كلاسيك والاكتف دايركتوري اجر. فهقول لك انه هنفترض في سيناريو من سيناريوهات الطوارئ ان عمليه السينك دي داون، وخدناها في كورس الاكتف دايركتوري وعملنا داون بايدينا علشان نعرف التاثير ايه، فكده الراجل ده برضه مش هيقدر يدخل. طيب ليه بنستبعده تماما من اي عمليه كونديشن اكسس او تقييد وصول؟ لانه احنا في حاله طارئه لا تستدعي اي عمليات تقييد الوصول، لانه في سيناريو برضو من اللي احنا اتكلمنا عليه ان هيجيني واحد فاهم نص نص فهيطبق شرط بالغلط فهيعكر الدنيا فهيقفل على اليوزرات من ضمنها الجلوبال ادمن. حد هيسال نفسه دلوقتي يقول لي طيب طالما هو قفل على الجلوبال ادمن، طب ما الراجل ده اصلا جلوبال ادمن. هقول لك لا، انت كده مركز معايا بنسبه كبيره، ولكن خلي بالك بقى انه ان شاء الله لو ربنا اراد وحيانا يعني وكملنا الكورس ده نوصل لمرحله ان شاء الله انه اي حد داخل يعمل رول او بوليسي او كونديشن في ليفل اعلى منه بيراقب الحاجات ديت. فبالتالي بمجرد ما الكرييت الكونديشن او الرول او البوليسي تعملها كرييشن، الليفل الاعلى ده بيجيله ايميل وهو من صلاحياته يابروف او يديناي. فبالتالي طالما انا حاطط الامرجنسي اكسس ده، الراجل اللي واخد الرول او الراجل اللي انا هخليه ياخد صلاحيه الوصول في حالات الطوارئ، اول ما في حاجه تتطبق عليه فبيجي للليفل الاعلى ايميل انه خلي بالك انه الراجل ده اتطبق عليه رول بيقول الـ MFA او رول بيقول ان الاكسس دي ناي او رول بيقول انه مش عارف يدخل من جهاز ايه وهكذا. فبالتالي هنا الليفل الاعلى هيديناي، مش هيابروف الريكوست ده. خلاص ان شاء الله باذن الله هناخدها مع بعض لو ربنا اراد وكملنا الكورس. يبقى عرفنا ان ده ما ينفعش يتطبق عليه كونديشن اكسس. ليه بقى اليوزر يبقى قاد دوت اون مايكروسوفت؟ هقول لك لان احنا في كورس الاكتف دايركتوري عملنا حاجه اسمها الكاستم دومين. فبالتالي بدل ما مايكروسوفت تفرض عليا وتقول لي دخل اليوزر نيم اللي هو بينتهي في النهايه الديفولت بتاعها يعني دوت اون مايكروسوفت، هقول لها لا انا اليوزر عندي ات الماي دومين. فالعمليه دي بتستدعي برضو عمليه سين. بين مايكروسوفت وبين دومين حضرتك اللي انت واخده بقى من جودادي، واخده من ماي دومين دوت كوم، واخده من جوجل دومين، واخده من اي من ام حسن. فبالتالي احنا برضو هنلاقي سيناريو من السيناريوهات ديت ان دومينك ممكن يكون انتهي وحضرتك ما جددتوش، ممكن يكون الدومين بروفايدر واقع هو كمان. فدي حالات طارئه يا شباب لازم تفهموها. فبالتالي اليوزر ده ما ينفعش يبقى ات اليور دومين، لازم يكون at dot on microsoft dot com. خلي بالك ان في شروط تانية انا ما ذكرتلهاش، يعني في شرط منهم بيقول ان هو ما ينفعش يبقى فيدريشن، يعني ما ينفعش يتراقب، ما ينفعش يتطبق عليه السياسة العامة بتاع الشركة، ما ينفعش يعني راجل كده حر طليق. فده اعتقد ان هو شرط يعني ممكن حضرتك ما يعني ما استثنى. في كمان شرط ممكن يستثنى اللي هو ما يبقاش لا يتصل بأي أو لا يرتبط بأي رقم هاتف من هواتف الموظفين أو أي توكن هاردوير من اللي احنا اتكلمنا عليهم، وده بيدفولت طالما احنا عملناه بالشروط ديت فهنكتفي بيها. يبقى كده تلخيصا لموضوع الفيديو ده، احنا قلنا او حابين نقول مع بعض ان لكل قاعدة شوايع، مش عشان احنا بندرس سيكيورتي ومهمتنا الرئيسية هي التأمين وفرض السيطرة وتقييد الوصول و
ان احنا نغفل الجانب اللي هيحصل عندي في دروب لو حصل، يعني ممكن يكون كارثة طبيعية، زلازل، براكين، حرائق، و ممكن يكون كارثة بشرية، ان واحد مش فاهم دخل طبق رول بالغلط او دخل طبق كونديشن بالخطأ، ممكن يكون واحد ما عندوش ضمير اصلا فهو اللي شايل مفاتيح الوصول وهو اللي قائم بالاعمال لوحده، فبالتالي اختلف هو والشركة ف شافهم. واعتقد السيناريو ده متكرر والله، احنا يعني لسه كنا بنتكلم عليه مع زميل، يعني مع حد سي من الناس كده، وحكى لي موقف انه يعني راجل ما عندوش اخلاق، كان مسؤول شركة ما، فغير الباسورد، الادمن باسورد، وساب المكان ومشي. عايز اقول لكم على حاجه يا شباب، موضوع الدي ار بي او الديزاستر ريكفري بلان ده دوكيومنتيشن محترم جدا بيتكتب، وفي اللي بيكتبه بيبقى يعني اعتقد بيبقى راجل فاهم شويه، فبيحط خطط تامين البيانات في حاله الطوارئ ديت. فبالتالي الموضوع متطلب منك مزيد من البحث والقراءه. حبينا نختم موضوع الكونديشن اكسس بالموضوع ده علشان حضرتك لا تفاجأ ان انت تكون رايح مكان وهتلاقي يوزر مش متطبق عليه الكلام ده، فبالتالي علشان ما تبانش ان انت مش فاهم، لا ده تبقى فاهم بنسبة كبيرة وبدرجة كبيرة، تبين للشخص اللي قدامك ان انت فعلا انسان محترف. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم اللي هيكون بعنوان الانتربرايز Governance، عنوان شيق جدا ومهم جدا ومتشعب جدا ومنتشر جدا، ولكن برضو قد يكون حد فينا ما يعرفش عنه حاجة. حوكمة البيانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.